السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، سوف نبدأ اليوم بيونت 9 من كتاب كلاس بوك بيج نمبر 76. سوف نبدأ اليوم بوحدة رقم 9 من الكتاب الملون صفحة رقم 76. The unit title Tom has nothing to do. Again, Tom has nothing to do. سوف نقرأ الconversation between Harley, Hansel and John. سوف نقرأ المحادثة ثم نستخرج معنا الكلمات الجديدة اللي راح تمر معنا بالوحدة، وكالعادة مطلوب منا حفظ معنى الكلمات الموجودة تحت حتى نتمكن من حل الأسئلة الموجودة في الكتاب التمارين والكتاب الملون بشكل أكثر سهولة. نقرأ الconversation. Hi Harley, I am Fred. Can you come over to my house? Sorry Tom, I can't because I am helping my mom with some chores. Again. Hi Harley. مرحبا يا هارلي. I am Fred. Can you come over to my house? كيف حالك يا هارلي؟ أنا أشعر بالملل. هل ممكن أن تأتي إلى بيتي؟ Sorry Tom. أنا آسف يا Tom. I can't. لا أستطيع. Because I am helping my mom with some chores. لماذا لا يستطيع؟ لأنه يساعد والدته في بعض الأعمال المنزلية. No problem. Well, what about Hansel? Can he come over? We can play some video games together. لا مشكلة. حسنا، ماذا عن هانسل؟ هل يمكن أن يأتي إلي حتى نلعب معا ألعاب الفيديو؟ Hansel is busy too. He has to study because he has a math test tomorrow. أنه لا يستطيع هانسل، هو مشغول، لديه غدا امتحان math، يدرس على امتحان. Maybe we can do something tomorrow after school. ربما يستطيع أن يلعب غدا بعد المدرسة. Oh well, thanks anyway. شكرا لك على أي حال. I'll call John. سوف أحكي أو أجري مكالمة مع John. What's up John? Can you come over? I am feeling kind of worried. ما الأمر يا John؟ هل ممكن أن تأتي إلي؟ أنا أشعر بالملل. نشوف شو رد عليه John. I am really sorry. أنا حقا آسف. I can't come. لا أستطيع ذلك. Tom, because I am cleaning my room. ماذا يفعل؟ Cleaning my room. ينظف غرفته. But I can be at your house in an hour or so. I should be finished cleaning my room by then. حكى لا أستطيع أن آتي إليك. أنا أنظف غرفتي، لكن في حوالي الساعة أكون قد أكملت تنظيف الغرفة وممكن أن آتي إليك. That's great. هذا عظيم. إذا قرأنا الكونفرسيشن، والمطلوب الآن ندرس الفوكاب كالعادة، معنى الكلمات. نمبر 1، ننتبه إلى معنى الكلمات اللي راح تمر معنا خلال يونت 9. chores الأعمال المنزلية. chores الأعمال المنزلية. Video games. Video games ألعاب الفيديو. Again, video games ألعاب الفيديو. راح أقرأهم بشكل بطيء حتى تتمكنوا من كتابتهم على دفتر النسخ. Number 3. Tomorrow. Tomorrow غدا. Tomorrow غدا. Room غرفة. Room غرفة. أور ساعة. أور ساعة. كول مكالمة أو اتصال. كول مكالمة أو اتصال. فينيشت انتهى. فينيشت انتهى. توجذر معا. توجذر معا.
Can you come over to my house? هل يمكنك أن تأتي إلى المنزل؟ Can you come over to my house? هل يمكنك أن تأتي إلى المنزل؟ No problem. لا مشكلة. No problem. لا مشكلة. Oh well. Oh حسناً. Oh well. Oh حسناً. Thanks anyway. شكراً على أي حال. Thanks anyway. شكراً على أي حال. What's up? ما الأمر؟ What's up? ما الأمر؟ I am really sorry. أنا آسف حقاً. I am really sorry. أنا آسف حقاً. Again. راح نعيد معنى الكلمات حتى تتمكنوا من نقلهم على الدفتر. Chores الأعمال المنزلية. Video games ألعاب الفيديو. Tomorrow غدا. Room غرفة. Hour ساعة. Call اتصال أو مكالمة. Bored ملل أو ضجر. Finished انتهى. Together معا. Can you come over to my house? هل يمكنك أن تأتي إلى المنزل؟ No problem. لا مشكلة. Oh well. Oh حسنا. Thanks anyway. شكرا على أي حال. What's up? ما الأمر؟ I am really sorry. أنا آسف حقا. إذا درسنا الكونفرزيشن من يونت 9. طبعا مطلوب منكم واجب تنسخوا المحادثة مع معنى الكلمات الموجودة تحت على دفتر النسخ. وبدي أشوف طبعا الواجبات على الواتساب. وفي الحصة القادمة إن شاء الله سوف نبدأ breeding a different kind of king. يعطيكم العافية.